الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام أعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق على نوع دفعة جديدة وشوط آخر يتحرك وهو الشوط الثالث في هذه اللحظات. أرحب بزميلي نايف الزرعلي يتواصل معلقا على أحداث الشوط الثالث، أتمنى له حسن المتابعة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث بحفظ من الله ورعاية ضمن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. في هذه اللحظات ينطلق هذا الشوط، شوطنا الثالث يحمل هذه التحديات، تحديات الابكار. ننطلق مع المركز الاول مع جنان حميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي يتقدم الجميع مع انطلاقه جنان، والمركز الثاني زحل من تتواجد على المركز الثاني محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي يقدم لنا اشعاره مع المركز الثاني، والمركز الثالث هناك الوصول مع هدو محمد بن حمد العويسي يقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا هذا الشعار، والمركز الرابع هناك الوصول في هذه اللحظات من هيام سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، والمركز الخامس هناك الوصول في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الممتاز مع الشهنية عبد الله بن حارب بن سلطان بونواس، لكن عودها للمطيوعي، عوده الى البداية الأولى، إلى الرقص الجميل، إلى التحديات الممتازة. ركز يا ذياب من يتابع هذا التحدي. إذا هذه زحل 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 تحقق النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. هذا الشعار الحاصل على الشوط الرئيسي الأول يقدم لنا في هذا شوطنا الثالث، يقدم لنا زحل محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي. شكرا يا ذياب الزرعي من يتابع هذا الشعار. لحظات الوصول إلى خط النهاية لزحل معلنة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هيام ناصر بن مفرح بن تويم الأحبابي، والمركز الثالث هناك الشاهنية عبد الله بن حارب بن سلطان بن واس. التوقيت الزمني 2:14. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.